جملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال محاربة الفساد ومكافحة التهرب الضريبي وآلية استقبال شكاوى المواطنين ومستجدات برامج الحماية الاجتماعية التي تم إطلاقها حديثا والسابقة. ارتفع عدد الجولات التفتيشية التي أجرتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات منذ بداية العام الحالي وحتى الآن أي نهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 643 جولة تفتيشية مقارنة مع 1467 جولة تفتيشية لنفس الفترة من عام 2019. بلغ عدد القضايا التي أحالتها رئاسة الوزراء إلى الهيئة خلال النصف الأول من العام 2020 35 قضية حتى الآن، وهذا أيضا لا يشمل القضايا التي أحالتها الوزارات والمؤسسات الرسمية الأخرى. فيما يتعلق ببرامج التكافل والحماية الاجتماعية وحماية المنشآت والعاملين فيها التي يتم تنفيذها من خلال صندوق المعونة الوطنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبنك المركزي، بلغ عدد الأسر المستفيدة حتى الآن أكثر من 812 ألف أسرة. كما تعلمون أيضا أطلقت الحكومة منذ عام ونصف تقريبا منصة بخدمتكم، بلغ إجمالي عدد الطلبات الواردة للمنصة منذ إطلاقها وحتى مساء أمس 119918 طلب، وبلغت نسبة الشكاوى من بين الطلبات 52.4% ونسبة الأسئلة في بند اسأل الحكومة 34.7 والبقية ضمن بنود الاقتراحات والإبلاغات والثناء.